تلبية لكل محبي تشيز كيك واللي طلبوا مني هذه الوصفة الأمريكية نتاع هاد الجاتو اللي يجيب الفرماج. راح نمد لكم لا غوسيت دو باز. لا غوسيت دو باز الوصفة الأساسية اللي منها من بعد كينا ممكن تاكلوها بواش ما حبيتو. نفهمكم، التشيز كيك سي ان بيسكوي، البيسكوي ماشي طايب، تاخذوا نيمبورت كيل بيسكوي. هنا مثلا غادي ناخذ سبيكيولوس، نتوما تاخذوا بيسكوي تحبوه وغادي تخلطوه مع شويه مارغرين ولا شويه زبده وديروا هذاك الفون دو بيسكوي. كاين اللي ما يطيبوش، انا ننصحكم انكم تطيبوه شويه في الفور 150 درجه. دوك نشوف مع بعض 150 درجه يقعد ربع ساعه. من بعد كينا كي تجيبوه غادي نديروا لاباري تشيز كيك. هاد لاباري تشيز كيك يجيب الفرماج، سي لو ميم اباري، سي دير سي لاباري دو باز. من بعد كينا نتوما تزيدوا له كراميل، تزيدوا له هذاك البيسكوي اوريو، تزيدوا له نيمبورت كيل بارفان لداخل ما يهمش. المهم انكم تعرفوا لا غوسيت دو باز ومن بعد نتوما بداو فيها كيش ما حبيتو، وحتى لا ديكوراسيون تاعها ديروا فيها واش ما حبيتو. انا المهم عندي تعرفوا لا غوسيت دو باز. بالنسبه لا غوسيت دو باز سجلي حبيبتي، عندك 120 غرام بيسكوي، انا ناخذ خديت سبيسكيلوس، انت خدي حاجه اخرى. عندي 60 غرام مارغرين، عندي بالنسبه لاباري اتشيز كيك عندي 500 غرام فرماج طازج فرماج فخي، عندي 150 غرام سكر، عندي 20 غرام صفر بيض، هنا جاتني واحد صفر بيض، وعندي 125 غرام بيض، هنا جاتني بيضتين، عندي 35 غرام كريمة طازجة، عندي 25 غرام فارينة وكفى. نعود مع بعض، 120 غرام بسكوي، 60 غرام مارغرين، 500 غرام جبن طازج، 150 غرام سكر، 20 غرام صفار بيض يعني واحد صفار بيض، 2 بيضتين ما يعادل 125 غرام بيض، عندي 35 غرام كريمة طازجة، وعندي 25 غرام فرينة وكفى. هنا نبدو بالتحضير تاعها، ساهل ساهل ساهل، ما كاش اسهل من الكيش تشيز كيك. المهم عندك انك تتمكني من لا كويسون تاعه، لانه لا كويسون تاعه ثقيله، غادي يطيب على 90 درجه مئويه لمده ساعه ونص حتى لساعه و45 دقيقه، ومده تاع اللي يرتاح فيها في الثلاجه طويله 24 ساعه باش يشد روحه مليح مليح. المهم انا ناخذ البسكوي راح نخلطه ب 60 غرام مارغرين، 60 70 غرام مارغرين تقريبا، وقلت لك البسكوي ما تمرضيش روحك، خدي البسكوي اللي عندك نيمبورت كي البسكوي تحبيه ولا ولادك يحبوه وديريه بسكوي او بور اللي حبيتي. عندي وزنت كمية اللي تلزمني، هنا راح نزيد لها البسكوي نتاعي اللي يكون طحنتو، طحنيه مليح 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 حتى يولي لك بودرة. هنا راح نخلط مليح، ما تذوبيش لا مارغرين ولا الزبدة باش هذاك البسكوي تاعك يشد لك مليح، وخلطي رائحته ذكية. كاين الوصفات اللي يقولوا ما تطيبوش، لكن الوصفه الحقيقيه نتاع لو تشيز كيك لازم طيبيه 15 دقيقه باش يشد روحها مليح، هذاك البسكوي نتاعك هذيك لا باز تشد روحها مليح. ها ولا اسهل، وهنا نديرو مليح نبعضو مليح مع لو فون لو سيركل. خدي السيركل اللي حبيتي، ان سيركل ان كاري اللي حبيتي. انا قلت لك المهم تعرفي لا غوسيت دو باز اللي ممكن تساعدك انك ديري تشيز كيك بنين، وتشيز كيك يعني الوصفه الاصليه والوصفه الحقيقيه، لو تشيز كيك نيويوركي على اصوله بلي زاستوس نتاعه باش تنجحي فيه 100%، ماشي غير 100%، مليار بالمئة. هاي دي حبيبتي، انا هاد البسكوي قلت لك لازم يطيب، يعني من الافضل تخليه اولا في الثلاجه واحد نص ساعه يشد روحه، ومن بعد تحطيه في تحطيه يطيب تقريبا 90 درجه مئويه، يطيب تقريبا ربع ساعه. انا هنا راه واجد وطيب، ها هو ذا الشكل تاعو. نغسل يدي ونرجع لك. بالنسبه لاباري تشيز كيك،
تبيني مليح خدي عطيتك المقادير. هنا راح نديرو الكريمه الجبن الكريمي لو فروماج فري اللي انا نصيب. تلبية لكل محبي تشيز كيك واللي طلبوا مني هاد الوصفه الامريكيه نتاع هاد لو جاتو اللي يجيب الفرماج. راح نمد لكم لا غوسيت دو باز. لا غوسيت دو باز الوصفه الاساسيه اللي منها من بعد كينا ممكن تاكلوها بوش ما حبيتو. نفهمكم التشيز كيك سي ان بيسكوي. البسكوي ماشي طايب، تاخذوا نيمبورت كيل بسكوي. هنا مثلا غادي ناخذ سبيكولوس، نتوما تاخذوا بسكوي اللي تحبوه وغادي تخلطوه مع شويه مارغرين ولا شويه زبده وديروا هذاك الفون دو بسكوي. كاين اللي ما يطيبوش، انا ننصحكم انكم تطيبوه شويه في الفور 150 درجه. دوك نشوفوا مع بعض 150 درجه يقعد ربع ساعه. من بعد كي تجيبوه غادي نديروا لاباغي تشيز كيك. هاد لاباغي تشيز كيك يجيب الفرماج، سي لو ميم اباغي. تلبيه لكل محبي تشيز كيك واللي طلبوا مني هاد الوصفه الامريكيه نتاع هاد لو جاتو اللي يجيب الفرماج. راح نمد لكم لا غوسيت دو باز. لا غوسيت دو باز الوصفه الاساسيه اللي منها من بعد كينا ممكن تاكلوها بوش ما حبيتو. نفهمكم التشيز كيك سي ان بيسكوي. البسكوي ماشي طايب، تاخذوا نيمبورت كيل بسكوي. هنا مثلا غادي ناخذ سبيكولوس، نتوما تاخذوا بسكوي تحبوه وغادي تخلطوه مع شويه مارغرين ولا شويه زبده وديروا هذاك الفون دو بسكوي. كاين اللي ما يطيبوش، انا ننصحكم انكم تطيبوه شويه في الفور 150 درجه. دوك نشوفوا مع بعض 150 درجه يقعد ربع ساعه. من بعد كي تجيبوه غادي نديروا لاباغي تشيز كيك. هاد لاباغي تشيز كيك يجيب الفرماج، سي لو ميم اباغي، سيغ سي ثان اباغي دو باز. من بعد كي نتوما تزيدوا له كراميل، تزيدوا له هذاك البيسكوي اوريو، تزيدوا له نيمبورت كيل بارفان لداخل ما يهمش. المهم انكم تعرفوا لا غوسيت دو باز ومن بعد نتوما بداو فيها كيش ما حبيتو، وحتى لا ديكوراسيون تاعها ديروا فيها واش ما حبيتو. انا المهم عندي تعرفوا لا غوسيت دو باز. بالنسبه لا غوسيت دو باز سجلي حبيبتي، عندك 120 غرام بسكوي. انا ناخذ خديت سبيسكولوس، انت خدي حاجه اخرى. عندي 60 غرام مارغرين، عندي بالنسبه لاباغي اتشيز كيك عندي 500 غرام فرماج طازج فرماج فخي، عندي 150 غرام سكر، عندي 20 غرام صفر بيض، هنا جاتني واحد صفر بيض، وعندي 125 غرام بيض، هنا جاتني بيضتين، عندي 35 غرام كريمة طازجة، عندي 25 غرام فارينة وكفى. نعود مع بعض، 120 غرام بسكوي، 60 غرام مارغرين، 500 غرام جبن طازج، 150 غرام سكر، 20 غرام صفار بيض يعني واحد صفار بيض، 2 بيضتين ما يعادل 125 غرام بيض، عندي 35 غرام كريمة طازجة، وعندي 25 غرام فرينة وكفى. هنا نبدو بالتحضير تاعها، ساهل ساهل ساهل، ما كاش اسهل من الكيس تشيز كيك. المهم عندك انك تمكني من لا كويسون تاعه، لانه لا كويسون تاعه ثقيله، غادي يطيب على 90 درجه مئويه لمده ساعه ونص حتى لساعه و45 دقيقه، ومده تاع اللي يرتاح فيها في الثلاجه طويله 24 ساعه باش يشد روحه مليح مليح. المهم انا ناخذ البسكوي راح نخلطه ب 60 غرام مارغرين، 60 70 غرام مارغرين تقريبا. وقلت لك البسكوي ما تمرضيش روحك، خدي البسكوي اللي عندك نيمبورت كي البسكوي تحبيه ولا ولادك يحبوه وديريه بسكوي او بور اللي حبيتي. عندي وزنت الكمية اللي تلزمني. هنا راح نزيد لها البسكوي نتاعي اللي يكون طحنتو، طحنيه مليح 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 حتى يولي لك بودرة. هنا راح نخلط مليح، ما تذوبيش لا مارغرين ولا الزبدة باش هذاك البسكوي تاعك يشد لك مليح. وخلطي، رائحته ذكية. كاين الوصفات اللي يقولوا ما تطيبوش، لكن الوصفة الحقيقية نتاع لو تشيز كيك لازم طيبي 15 دقيقة باش يشد روحها مليح. هذاك البسكوي نتاعك هذاك لاباز تشد روحها مليح، ها ولا اسهل. وهنا نديرو مليح، نبعضو مليح مع لو فون لو سيركل. خدي السيركل اللي حبيتي، ان سيركل ان كاري اللي حبيتي.
انا قلت لك المهم تعرفي لا غوسيت دو باز اللي ممكن تساعدك انك تديري تشيز كيك بنين. وتشيز كيك يعني الوصفه الاصليه والوصفه الحقيقيه، لو تشيز كيك نيويوركي على اصوله بلي زاستوس نتاعه باش تنجحي فيه 100%، ماشي غير 100%، مليار بالمية. هاي دي حبيبتي، انا هاد البيسكوي قلت لك لازم يطيب، يعني من الافضل تخليه اولا في الثلاجه واحد نص ساعه يشد روحه، ومن بعد تحطيه يطيب تقريبا 90 درجه مئويه، يطيب تقريبا ربع ساعه. انا هنا راه واجد وطيب، هاو ده الشكل تاعو. نغسل يدي ونرجع لك.